اليوم هنيئا لنا وهنيئا لكم انكم حسيتوا بالمعاناه ديال دوك الامازيغ اللي ما كيفهموش شنو كنقولوا في هذه القبه الموقره. وانا كنتمنى من السيد الوزير الصديق والاخ العزيز السي وهبي اللي بشرنا مؤخرا انه كيعرف الريحه ديال التقاشر ديال المغاربه انه ايضا يبين لنا انه كيعرف اللغه الرسميه ديال بلاده. وشكرا. وغادي نمشي للشمال الحسيمه وغندير في المناطق ديال الحسيمه، وإلا بغيتي نتكلم لك على التقاشر انا موجود. هذاك لا تصدم. تفضلوا السيد الوزير. بغيت غير نقول غير جمله، حنا المحاكم اللي غادي نبنيو ان شاء الله في المناطق غادي المقيم غادي تكون محاكم مزيانه ومبنيه بشكل مزيان باش ما تغرقاش الشتا بحال التيرانات. السادة النواب تقدموا بتعقيبات في هذا الموضوع. يعني الطريقه اللي كنلاحظوا على اساس انها تكون وشوشه ودندنه في الاذن باش تقدم جواب، هذا لا يليق بمستوى المؤسسه التشريعيه. يجب على الساده الوزراء ان يحترموا الساده النواب ويجيو موجدين الدروس ديالهم. بحال هادشي ولا كيخلي الزين كلاشيك في البرلمان؟ الزين الزين كلاشيك غير رسول الله يهديك. والزين ساد التاريخ. هادشي كله كيديروا بغا يدير واحد المجد وهمي على ظهري انا باش يكون امين عام ديال حزب الحركه الشعبيه، وهو ما قدر يحيد حتى القدافي اللي عنده 41 عام، ترى جات فيا غير انا. ان شاء الله. Très profond en Algérie. Aussi bien pour la Coupe d'Afrique que pour la Coupe du Monde. Je pense, Inch'Allah, Inch'Allah, Ya Rabbi, mes chayibnash, on passera au deuxième tour de la Coupe du Monde. Inch'Allah, le quart de finale, le deuxième.